رجل شجر الصوف احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا لهذا اللقاء والعدد الجديد من برنامج اليومي هلا سألوا، وباسمكم نرحب بشيخنا الفاضل أبو عبد السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا. وبشيخنا الفاضل الدكتور كمال بوزيدي، حياكم الله دكتور. وبكم أهلا وسهلا. إذا يكون تواصل مع مشيخنا الكرام على أرقام الهاتف التي ستظهر أدنى الشاشة وبعد بيان موضوع لقاء العدد. أيها الأحباب الكرام، اهتمت الشريعة بالمال وطرق كسبه اهتماما بالغا كبيرا، وكان من أعظم ما بينه الله لعباده في القرآن الكريم وبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته أن الإنسان سيحاسب على ماله لا محالة، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فقد روى الإمام الترمذي عن سيدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر من هذه الأربع وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. شيخنا أبو عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعلوم أن الله تعالى جبل الإنسان على حب المال، وتحبون المال حبا جما، ولكن من فضل الله تعالى علينا أن وضع لنا ضوابط بها تستقيم حياتنا وتستقيم علاقاتنا فيما بيننا، وفيها نعيش الطمأنينة على أعراضنا وأموالنا وأنفسنا ودمائنا، لأن إذا فقدنا هذه الطمأنينة حل كل فساد ومهلكة فيما بيننا. لا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعالج أسباب هذا الفقدان للطمأنينة، أسباب هذه الفوضى وهذه الفتنة، أسباب هذا الفساد الذي قد ينتشر فيما بين الناس، فذكر أربعا وحذرنا من الوقوع فيها لأننا سنحاسب. لا تزول قدما ابن آدم حتى يحاسب، معنى ذلك أنت موقوف على صلاح هذا أو فساده، فإن فسد ما سئلت عنه وأجبت بجواب يرضي الله تعالى وهو أعلم بما بنفسك وبحالك نجوت ونجحت وفزت بالجنة وبالرضوان. أما إذا تلعثمت وتلجلجت وفقدت الصواب في إجابتك، أو ربما فقدت الإجابة أصلا، كما ورد في الأثر أن الإنسان عندما يوضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه، فالمثبت من عند الله تعالى لصلاح أعماله فإنه يجيب بكل إريحية: ربي يهو الله، والدين يهو الإسلام، والرجل الذي بعث فينا فإنه سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين. مثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما غير المثبت نتيجة ما اقترف من الآثام ونتيجة عدم الإجابات الصحيحة على هذه الأسئلة فإنه يعذب ابتداء من قبره، وما ينتظره أشد وأكثر وأبقى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعالج المسألة بالتحذير من الوقوع في هذه الويلات. اعلم أيها العبد فإنك لا تتحرك ولا تعرف مصيرك ولا تطمئن إليه إلا إذا سئلت وأجبت بما يرضي الله تعالى وهو أعلم بحالك
هو الله تعالى لا يحتاج إلى هذه الأسئلة، لكن لنفسك أنت ليبين لك أنه عادل معك سبحانه وتعالى، لم يضربك. جاء في الأثر أيضا أن العبد توزن عليه أعماله، يوضع له ميزان بكفتين ولسان، وتوضع في كفة حسناته وفي كفة سيئاته، حسنة سيئة حسنة سيئة حسنة سيئة، فنيت الحسنات وبقيت السيئات، ضع السيئات في كفة، يرجع الميزان على كفة السيئات، فيقال له انظر إلى عملك أين ترى أنه يقودك. خجل من نفسه وخجل من عمله وخائف من حاله ومن مآله، فيقال إذن نحن لم نظلمك، خذوه إلى جهنم. ويشاء ربي أن يكون أحد الناس الذين توزن لهم أعمالهم أو عليهم أعمالهم تكون سيئة واحدة، تكون هي التي رجحت الكفة، وهو يساق إلى جهنم يقول يا رب والله ما ظننتك هكذا، أرجئ عبدي تعالى ماذا كنت تظن بي؟ قال كنت أظنك يا ربي رحيما غفورا كريما خير الراحمين خير كريما إلى آخره، كيف من أجل سيئة تدخلني النار؟ يعني أنا كنت أتصورك أكبر من هذا. فقال أنا عند ظن عبدي بي، خذوه إلى الجنة، أنا عند ظن عبدي بي خذوه إلى الجنة. فإذا هنا نجد بأن الإنسان راه توزن عليه أعماله، فلذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذه الأربعة. نعود شيخنا إن شاء الله ووقفة إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله تبارك وتعالى. ما في الضمير قولي كن أمن فإن الخير عندك ما لي ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إلي فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي. إذن نواصل البرنامج مشاهدينا الكرام ونتواصل مع الإخوة والأخوات إن شاء الله في الاستماع إلى أسئلتهم واستفساراتهم على الرقم الهاتفي الظاهر أدنى الشاشة 021-39-343-021-37-42-87. طيب نبدأ على بركة الله إن شاء الله. من البيض الأخت عائشة تفضلي. نعم يا عائشة. وعليك السلام ورحمة الله. مرحبا. تفضلي تفضلي يا عائشة. نفقد اتصالنا بعائشة. طيب من أم بواقي أمة الله. نعم أمة الله تفضلي. ألو. نعم يا أمة الله.
الصوت شوية بعيد. نستمع إليك جيدا، رانا نسمعوك مليح. تفضلي. تقولي الصوت شي هاكي. لو تسمعينا من الهاتف، ما تسمعيناش من التلفاز، الله يرضى عليك. الو. نعم يا أم أمت الله. نعم. مزيان الصوت بعيد. أسمع، شوف كان عندي شوف مشكل، فهمت؟ إيه. سمعت؟ نعم. مع الزوج نتاعي. ما هو هذا المشكل؟ سمعت. الو. راك تسمع فيا؟ أمت الله تفضلي تكلمي، الله يرضى عليك. تكلمي. هيك ما عليا اليمين تاع الطلاق، الف خطره ويقول لك راني ما طلقتش، نقول لك وما يصليش ويلعب في اليمين ويفزق البنات عليا، قريتهم ربيتهم احسن تربيه، وصلت نقاط في الجامعه، وصلت مواعيد جامعيات ويفزق فيهم عليا. سمعت؟ وكاين كاين حوايج تاع امور تاع الطلاق، يقول لك انا ما طلقتش وعايشين تحت سقف واحد، نقول لك وراني في ضيق شديد، راني ما عندي ما نحكي لك، ما قدرتش نفسر، ما قدرتش راني في ما علم بيا غير ربي، على بالي طولت عليك يا ولدي. ربي يرفع همك وغمك يا رب. سمعت ربي يفتح عليك ويسلف حتى واسمي يرشدوني تراس، ام طلبوه باش هو طلبوه قداه شيخ سما، قالوا له ارباح سما يهضروا معاه ما يروح لهمش، قال لك انا ما طلقت ما حرمت ما. وشحال عندكم اولاد بين بعضكم؟ شحال عندكم الاولاد يا امه الله؟ عندي 5 اولاد. 5 اولاد. زوج جامعيات وواحده في الثانويه والاخرى في الابتدائي. الله يبارك. ما لقيتش الحل، راني في قلق شديد، راني في واحد الحيره، في واحد القلقه، راني ما نقدرش نعبر لك، راني ما قدرتش نهضر يا ولدي، راني ما قدرتش نهضر، راني في عذاب كبير. ربي يرفع عنك الحيره هذه يا رب. هذا هو السؤال يا ولدي. واضح ان شاء الله يا امه الله، واضح. طيب محمد من المديه. نعم محمد تفضل. محمد الشيخ على نعم. تفضل خويا محمد تفضل. باغي نسقسي الشيخ على الواحد يحط في الدراهم في البنك تاع الربا، وبعد الدراهم هذوك اللي يجوا زيادة تاع الربا يتدخل. نعم. وكاين سؤال واحد آخر. تفضل. عندي المرأة خليتها في الدار، تزوجت من الدار ماركيها عليها. هذا السؤال ثاني ما فهمناش يا محمد. ايه كي ماركي الدار. هل اسمح لي؟ لا نسمع اليك. نعم عاود السؤال. وكاك عندي دار خلي زوجت زدت المرأة، خليت المرأة تاعي في الدار تاعي. وانت مني والدار ماركيها عليها، كي جيت باه نشوف ولادي على الدار، قالت لي لا ما تشوفش ولادك، ما ترجعش الدار عمرك عليها، قالت لي مازال ما تدخلش. فكرت عليا الباب وبدلت الفرشة تاع الباب. ايه دروك كيفاه لافير تاعها؟ كيفاه؟ انا ما قلت لها والو، انا الحقيقه حطيها دور مش حاطتها هي، لا هي لا زقها لا ما عندها والو. هذيك مزوجها ولا طلقتها؟ لا انا ما طلقتهاش، مازالت في اختي، وش هي كي زوجت حبيت نروح لها نشوفها، كي نشوف ولادي كي بيكبروا. هذه زوج ثانية جايبة معايا 8 الله يبارك. هذه الزوجة الأولى ولا الثانية؟ الأولى وعاطي لها الدراهم، حاط عندها دراهم، حاط عندها كلش. ملي كي زوجت قالت لي كيفاه زوجت ما نعطيك ما تجيش تدخل للدار. والدار كتبت عليها يعني كاتب عليها الدار؟ ايه كاتب عليها الثمن. ايه طيب واضح ان شاء الله. صح شكرا يا محمد. الحاجة من فرنسا. نعم نعم تفضلي الحاجة تفضلي. الو. نعم تفضلي الحاجة. نستمع لو تنقصي التلفاز، اسمعيني من الهاتف، اسمعيني من الهاتف. الحاجة سمعينا من الهاتف، اسمعينا من الهاتف، الله يرضى عليك. ما نسمعش فيك مليح. استمع اليك جيدا، راني نسمع عليك مليح، تفضلي. حبيت نهضر مع الشيخ. تفضلي. الحاجة تفضلي، الله يرضى عليك. أنا حابة نهضر مع الشيخ.
نعم تفضلي تفضلي. انت تفضل معايا. طيب عبد خلينا نستقبل مكالمة أخرى ويتواصل معها الزملاء الحاجة ثم نستمع إليها. أم إسلام من سيدي بالعباس. نعم أم إسلام تفضلي. نعم عليكم السلام. مرحبا. نسقت الشيخ. نعم صلاة النساء. صلاة أعيد الدعاء السجود لمساعدة الركعات. لما تطيل السجود تنسي الركعات. في كل الصلوات يقع معك هذا ولا ندعي في السجود ننسى شعاد من صليت من ركعة في الفريضة ولا في النوافل؟ لا في الفريضة. نعم. والسؤال الثاني تفضلي. ملي نقل على روحي وانا دائما في النار دائما مريضة خاطر شنو نقول لك كاش حاجة درتها في حياتي ربي راه يجي لك ياها. ما نصلي زعما خاف ربي. نعم ما فهمتش. واضح واضح ان شاء الله. واضح يا ام اسلام. كلهم مريضه كلهم مريضه. الله يعافيك ويشافيك يا رب. واضح الانشغال. نعم لا. شكرا. الحاجه من فرنسا تفضلي. نعم تفضلي الحاجه رانا نستمع اليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا حبيت نهضر مع الشيخ اخويا. تفضلي الشيخ معك تفضلي. لا نهضر معاه. نعم تفضلي. الو السلام عليكم بو سليمان. وعليكم السلام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انا حابه نهضر معاه نسقسيه. تفضلي. سمعتي يا. نعم ايه. شوف وليدي احنا مش قاريين انا والحاج وحبينا نسقسيه. عندي بنتي مديت لها صافي سوار شريت لها دار وشريت لها دار بسوار كبار حبيت نديرهم صدقة جارية على أنا والحاج ياشتك إيه ولا لا. لا سمعتي يا. نعم إيه. واضح واضح واضح. ونسقسيك يا وليدي نزيد نسقسيك على الصلاة. احنا ما قريناش انا والحاج نصلي وكيما بكري وندعي وكيما بكري. واضح. قول يا وليدي. واضح ان شاء الله. راك سمعتي. نعم نعم. الصوت نتاعك نسمعك شويه مليح. احنا نسمعوك يا الحاجه رانا نسمعوك مليح. تسمعني يا. نسمعوك جيدا. وانا نصلي الفجر الصباح كي نوض الصباح نصلي الفجر. ما نعرفش القران انا نقرا قول والله واحد وبسم الله الرحمن الرحيم هذا ما نقرا وليدي. واضح ان شاء الله. كيمانا كيما الحاج ما نعرفوش نقراو. احنا عايشين في فرنسا الراجل كبير الحاج كبير 88 وانا يا 75. الله يبارك. الله يبارك ما شاء الله. تسمعي الجواب الحاجة. عندي بزاف وليدي الهضرة ونسيتها. معلش. طيب بارك الله فيك الحاجة. نجيبك على هذا الانشغال ان شاء الله وعلى هذه الاسئلة اللي طرحتها. طيب هل في اتصال او نجيب اخي عبد المنعم؟ طيب نبدا في الاجابه ومع امة الله من ام بواقي شيخنا كمال. مرحبا. امة الله عندها مشاكل مع زوجها رامي عليها اليمين طلاق كثير افسد عليها بناتها واولادها وكثير من الشكوى التي استمعت اليها ترجو نصيحه في التعامل مع هذا الزوج. وينكر الطلاق. ينكر ايه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا الآن العبرة بالطلاق هو باعتراف بالزوج. الزوج إذا قال أنا لا أؤمن بهذا الطلاق هذا، إذن يتحمل مسؤوليته هو، لأن احنا نعترف بما يقول هو. وثاني حاجة، هذا الطلاق كيف وقع؟ هل وقع عن بينة أو عن عقل وتريث ونية، ولا لا، ولا عنده برك أي حاجة كم طلقة، أي حاجة اسمها عنده طلاق تاع اللغو، ما عندوش كما يقولوا طلاق، كل حاجة هاكم طلقة هاكم طلقة هاكم طلقة هاكم طلقة، يقول لك طلقني 100 مرة، ما أنت بدليل أي حاجة راكم طلقة، ما ميشدش لسانه كما نقول كل واحد يقول لك والله والله والله، ما أنت عنده يمين اللغو، هذا كذلك عنده طلاق اللغو. هذا إذا كان بهذا الصنف، هذا إذا كان بهذا الناس هذا، وإذا كان الطلاق طلاق لغوا هنا في هذه الحالة لا يقع الطلاق، ما عندوش. أما إذا كان بمعنى لا قاصد وعنده النية وكما قلت مثبت لبس به وكذا ومعول عليها وكذا، هذا شيء آخر، هذه هضرة واحدة أخرى. أما إذا كان على حساب واش تقول، يعني بمعنى أن هذا السيد هذا ما هوش كما نقولوا بالتعريف تاعنا الحاجة، يعني في وعيه، لو كل خطرة يقول يزعف يغبط يقول لكم طلقة لكم طلقة لكم طلقة، مش عارف كيف واش يدير كما نقولوا حنايا. فإذا كان ما على بالوش واش يدير ولا شغل طلاق لغو، كل خطرة دخلة مطلقة خارجة مطلقة تعشي مطلقة يصبح مطلقة، يعني شغل اللي يعني كلمة طلق هذا عنده كلمة مش عارف كاع واش وكيف يتصرف، هذا نقولوا بمعنى مريض، هذا مريض بمعنى أنه مش عارف واش يدير. خاش لو كانوا عارفين واش يدير الانسان اللي يطلق، يعرف واش معناتها قيمه الطلاق، ما يطلقش، يخاف، خاف كي يطلق، ولا طلق في حاله يعني مثبت في هذه، يخاف يعش يسال الائمه يقول ما يدوش درت واني ندمت واني يبان. بصح النوع هذا يعني كما نقولوا احنا خاصه في فرنسا، ولكن عن ظروف يعني ظروف صعبه خاصه الايام هذه، قاستهم ازمه تاع النفقه، ازمه تاع كما نقولوا ضيق العيش وكذا، ولا شغل مهلوس ولا هذا العيش هذا هلوسه ولا ما خلاش في عقله ولا نعم. يهضر سائلة من هنا من الجزائر. نعم سائلة من هنا، هذا تاع هنا، هذا هنا هنا خلاص من تاع هنا نفس الشيء، بمعنى نعم. اذا كان معناتها مهلوس اللي نسموه حنا الضغط الاجتماعي، هذا نعم. الضغط الاجتماعي ما عندوش عمل، ماهوش ماهو في ضيق، ما عندوش كيما نقولوا مسكين السكنه، الجيران ما صابش وكذا وكذا وكذا، فهذا يعود يهضر برك، يعود اي كلمه يعني ما يعني ينطبق عليه في الشارع اللي هو هذاك الضغط، يعني يجي يتنفس في البيت، ينفسها على زوجته، اي كلمه يقولها برك. ولذلك على هذه احنا قلنا مليح كي نحكموا يعني بالطلاق بالاشهاد، لان احنا الانسان كي يطلق لازم نجيبوا له شهود. نوعيوه، قول له شوف الطلاق واش يدير، واش قيمته، واش الاثر تاعو، ولادك كيف ضحايا، فكر مليح، اتريث، اعرف واش تقول، هاك معول طلق ولا حاجه، يقول لك يا ودي ما انا ماشي معي مانيش كاع معول، انا قلتها برك ما عرفتش حتى كيف قلتها، انا نهضر برك انا نهضر ما عندي حتى نيه، هاش كيفاه، ولكن نربيوه نقول اعلم بان هذا الطلاق يهتز منه كما يقولوا عرش الرحمن، كما يقولوا هذا الكلام الطلاق هذا يعني الملائكه وتهتز، ماشي غير يعني على الاهتزاز عرش الرحمن، لان ربي ما يحبش الطلاق هكذاك برك، والشيطان هو اللي يحبه، هو اللي يحب هذاك الطلاق، كلمه الطلاق، ويفرق بين الديور ويخلي النساء معناتها بايرات ويخلي الاولاد ضحايا، هو هذاك واش يحوس الشيطان، ويزيد يعني كذلك يعني يقولوا يزيد ينفخ في المراه باش يعني تشدد وكما يقولوا وتعود تتعسف وتعود كما يقولوا شغل تتعمل واحد الطرق ينفخها الشيطان حتى يدفع بالراجل هذا حتى يولوا في المحاكم. وهذه لا، احنا لازم نقولوا لازم يتريث المراه كي تشوف راجلها غضبان زعفان ما تهضرش معاه، تضرب النح، خليك كي تريد كي يعني كما نقولوا كي برادي وكذا، ما تقصر معاه بالعقل. اما كي تشوفه هو غضبان وهي غضبان وانت كذا وانت كذا وانت كذا، من بعد يولوا في المشاكل. لا، هو كذلك يشوفها مثلا عندها حق، يعني بمعنى ولكن تكون غضبانه عبرت على يعني كما نقولوا الضيق اللي فيها والمشاكل اللي فيها والحرمان اللي فيها، تعبر عليها بهذاك النرفاز وكذا، لازم هو يصبر، لازم يقدر شويه هو، خليه حتى تريث، من بعد يقصر معاه. وهي نفس الشيء، لا
الزواج تنازل محمد. تنازل والصبر. لازم الانسان يتنازل من حقه، لازم يصبر ويسمح من حقه. اللي ما يقدرش يسمح من حقه ما يعيش لا مع الجيران، لا مع اصحابه، لا مع اولاده، لا مع والديه، لا مع رجلها. ما يعيش مع حتى واحد. اللي ما يقدرش يتنازل وما يصبرش وما يسمحش من حقه ما يعيش. هذا ما يعيش. يعني كل واحد يعني اي صاحبهم بعد يفرقوا، راجلها يفرقوا، باباه يزيد يقول ما نزيدش نعيش معاه، ولادها كنهرب تهرب عليهم، ما بقاش، ما تقدرش. فاذا الدنيا عباره عن سمح من الحقوق، لازم تتنازل بعض الحقوق تاعك، تنازل عليها، عباره عن تنازل. ما تتنازلش ما تعيش. فلهذا الانسان لازم يتنازل على مراته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تصبر. يعني قال انت اما تقبلها كما هي المراه هذه، مراه فيها وفي عليها فيها خير كبير وفيها عوجاج، فيها شويه واحد العيوب، هذوك عيوب لازم تصبر لهم انت شويه، اللي متحملين تكون تحملهم، تصبر لهم شويه، لانه لو كانت حابه تسقمهم وانت ماكش قادر تسقمهم، كما سمى الرسول معناتها عباره عن واش ضلع اعوج، والضلع انت تاع المعوج انت كما نقولوا حنايا الضلع هذا تقدر تسلسو، انت تقدرش تسلسو، الا حبيت تسلسو يتكسر. ولهذا قال يعني كما نقولوا حنا شغل الاصلاح هذا العضو هذا هو طلاقها، صافي طاح الطلاق. فلهذا الانسان لازم يصبر، ياخذ المراه كما هي، فيها وعليها، فيها خير كبير وفيها شويه عوج، هذاك عوج مصبر عليه، سيسك وانت بالعقل لا قدرت، الا ما قدرتش صبر عليه وتعود تحمله، خاصه يكون من متحمل، ماشي حاجه تاع كما نقولوا تاع العار ولا تاع باش تطيح لك من شرافك ولا، فقط بيناتكم ما تفهمتوش كما نقولوا على الاثاث تاع الدار، ما تفهمتوش على التربيه تاع الاولاد، ما تفهمتوش على النفقه تاع البيت، ما تفهمتوش على النفقه تاع باش كتمشي. يعني واحد يصبر على الاخر بشويه بشويه باش يقدروا يبنوا الدار، لان الدار يعني لو كان نشوفوا والدينا راه ما جاتش هكذاك، هما يعني تشوف الاب واش كان يدير في الام يعني هذه هي وصبرت عليها، هي ماهيش سهله، ماهيش كي تشوفهم كبار هكذاك دوك خلاص ولو كبار ولو كذا، يا ودي تجوزت لا جوزها تجوز واش تجوزت، صبرت على باباها ونقول صبرت على راجلها، وهو كيف كيف صبر عليها لكن كان هذا باش تحمل باش كبر ولادهم، والديور هكذا تبنى بالتحمل وتبنى بالتنازل، هذا يصبر على هذا. ودوك الان الحمد لله كيكبروا هذا ما يسمح لهذه، خلاص ولفوا وكذا، هذا تعرفوا يعرفها، حب وين يروح حب يديها معاه، ولا وين تروح تقول لازم يجي الحاج معايا، اكتشف ولو بمعنى شغل كيف كيف. ضايع تخسر. خلاص ولا لا شيخ. ايه. فلهذا احنا يعني نطلبوا من هذه الاخت الكريمه انها تحاول كيفاه تعالج زوجها، تصبر عليه، تعرف الديفو تاعو، تعرف راهو المشاكل تاعو، ما لازمش تخلط في هذوك، كي تعرفوا بهذوك هما اللي يخليه يتكلم ولا يخليه يغضب، لازم تحاول كيف هي كذلك تصرح الحوال، لازم تعرف كيف تصرح الحوال. هو في نفس الوقت كذلك نقولوا سقم لسانك، لان الانسان تاع الطلاق هذا راهو في غضب تاع الرحمن، رد بالك يا ودي ماهيش سهله، ماشي كيما نقول لكم بمعنى حنا هذا الكلام لازم لك كذا ولا لازم كذا وصبنا لك حل معناتها خلاص هذا، لا لا، رد بالك يا ودي هذا ماهوش لعب، هذا ما هذا راهو دين، وهذه راه كيما نقولوا شغل يا زواج حلال يا زواج حرام، باش تعيش في الحلال سقم لسانك وحاول كيف كما يقولوا تصبر على الزوجه من اجل الاولاد، ضحيوا من اجل الاولاد، الان صبروا على الاولاد، ضحيوا من اجلهم، وهي كيف كيف لازم تصبر، ما تخليش بمعنى راجلها حتى يتوصلوا باش يولي ينطق بالطلاق، لان بعض النساء ربي يغفر لهم تقول راجلها طلقني، لم كم ما عندكش رغم ماكش راجل ما طلقتنيش، كيفاش؟ هذه مشكله، ما هذا مشكله، ما هذا لا، الانسان لازم لازم يصبر شويه، حاول كيف يعني حل المشاكل هذه بالتريث، يعني كل انسان لازم كما يقول ما يتقلقش، اذا كان زعفان هكذا قال روح لدارنا، خلينا نروح للدار نريح شويه، روح للدار وتريح، تروح عليها الحال وجه، وهكذا يعني كل واحد لازم يصبر على الاخر، وربي يجبر الاحوال، الله يجبر الاحوال ان شاء الله وربي يوفق الجميع. امين. محمد من المديه يضع اموال له في البنك وتترتب عليها فوائد ويقول انا اتصدق بها. بسم الله الرحمن الرحيم. في استمرار هذا الموضوع، العلماء يقول العلاقة بين الزوجين كشعرة معاوية. نحن إذا كان الزوج راعي الشعرة، الزوج والزوجة راهم شادين من طرف الشعرة هذه ورقيقة، واش إذا هما في زوج شدوا واش يوقع؟ تنقطع. ولكن إذا كان واحد شد والآخر كيحس بشد، أي رخية الآخر أرخاء، ما كانش ما شدش، اذا شد هو. نحافظوا على هذيك الشعره ما تقطعش طول حياتنا. فهذه هي العلاقه الزوجيه. معناها كي تشوف الزوج راه سخن. راه كما يقولوا طلع له الغاز للراس.
معناها الدفع زوج كلمات ولا ثلاثه يولي يهدم كامل الشيء اللي بناه في عمر يهدمه بكلمه كلمه الطلاق تهدم البيوت. كي تشوفي هكذاك المفروض السنوات اللي عاشها الزوجان مع بعضهما عباره عن مدرسه. في المدرسه التلميذ اللي يقضي سنوات وما يفهمش الدروس نتاعو هذا غبي. غبي هذا ما عرفش كيفاش يتعلم، كيفاش يستفاد من الدروس هذيك اللي راهي دائما تتكرر عليه. اذا كان الزوج ما حفظ زوجته ما قراهاش كل هذه السنوات الطوال هذه، الزوجه ما قراش زوجها ما حفظتوش، ما عرفتش العقليه نتاعو، النرفزه نتاعو، التاثر نتاعو الى اخره، معناها ما كانش فيه علاقه. كان كل انسان راهو بيت وحده. يعني ما كانش تيار يمر بيناتهم. فهذا البيت هذا ما يروحش بعيد. فلذلك باش نحافظ على الشعره ما تتقطعش يلزم كما قال الدكتور تنازل وتسامح وقبول عيوب الاخر. لان ماهوش في العمر نتاع 80 سنه و70 سنه نجي باش ننقي نقول استنى هذا العيب لازم تخليه، هذا العيب لازم تخليه. يا حسره هذا خلاص راه تعوج. ما نقدرش كما يقولوا لا يستقيم الظل والعود اعواجه. ما نقدرش نسقم الظل ولا اذا كان المطرق معوج. خلاص راهو يبس هكذاك ما تقدرش تعدله. يلزم تسايسه تسايره. هذا هو وربي ان شاء الله يصلح الامور. امين امين يا رب. الاخ هذا اللي عنده الفوائد اولا كلمه الصدقه. يتصدق بها. كلمة الصدقة معناها نتصدق بما يترتب عليه أجر. هذه الفوائد لما نوزعها ما عندناش أجر فيها. ما عندناش أجر الصدقة. عندنا في حالات يعني فعلا ما صبناش وين نصرفوها في المصلحة العامة واضطرينا باش نعطيوها للمحتاجين. راني نكون مأجور كي وصلت الحاجة لمولاها اللي يحتاجها في وقتها. هذا الأجر. أما الصدقة ما عنديش صدقة. مش مالي أنا. واش مالي باش نصدق؟ لأن الصدقة تطهرني، تغسلني، تشفيني إذا كان مريض، ترضي علي يا ربي سبحانه عز وجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لكن هذا راهو ما نحبوش، لو كان نحبو ما نمدوش. إذا ماهيش صدقة، ما يترتبش عليها أجر. فلذلك أكلها وزر. وإعطاؤها للغير لا شيء ينتظر إلا أجر الإيصال، إيصال الأمانة. فنقول إذا أنت بذل جهدك في الأول شوف المصلحة العامة، شوف المصلحة العامة. بالأمس سئلت مرة على هذا، قال ودي فوائد العمارات اللي احنا العمارة اللي نسكنوا فيها ما فيهاش سلة المهملات، ما كانش هذيك السلة الكبيرة هذيك اللي تجيبوها البلديات ولا حاجة تحطها باش الناس الكل يحطوا قمامة نتاعهم فيها، ما كانش. يا هل ترى كي نشري هذيك السلة الكبيرة ونحطها تعتبر مصرف يعني يصلح للفوائد هذه؟ أنا قلت نعم. هذه مصلحة عامة لأن كل السكان ينتفعوا بها. باب العمارة ماهوش ما يغلق ما يحل. لا من حيث القفل ولا من حيث الرزوز ولا من حيث كذا نصلحوا. نجيب اذا اقتضى الامر نعاودوا. فهذه صدقه، هذه اسمها هذه منفعه عامه، مصلحه عامه تنفع كل السكان نتاع العماره. فاذا كل ما يتعدى. هل له ثواب في هذا؟ هل له اجر؟ اذا كان وضعها الاجر من حيث انه يضع الشيء في مكانه. يعني حيث ينفع. هذا الاجر، اما اجر الصدقه كصدقه لا. ما ينتظرش اجر الصدقه. فلذلك نقول لهم ابحث عن المصلحة العامة. إذا ما وجدتش خلاص بذلت جهد، بذلت جهدا ولم تجد ولم تعثر ولم تلقى، استعين بمن يعرفه. إذا لم تجد خلاص نهائيا، عندئذ يقول الفقهاء يجوز إعطاؤها للمحتاجين، يعني الفقراء الذين تشتد حاجتهم. يعني فقراء يعني فعلا، يعني الرجل إذا أفطر ما يتعشش، ولاده اذا كان معناها باش يروح للمدرسه في فصل الشتاء والامطار والرياح ما عندوش مثلا معطف، ما عندوش اكرمكم الله الحذاء الى اخره، في هذه الحاله نعطيه ولازم نخبره بجوج حاجات.
لازم يعني انا لازم يكون في حسباني زوج حاجات نعملها. الحاجه الاولى لا اخبره بمصدر المال، منين جاء المال هذا ما نخبروش. والحاجه الثانيه لازم نكلمه ونعلمه باللي هذا المال ماهوش نتاعي انا، جات امانه بلغتها لك، هذا ما كان. وربي صالحين في يقبل. امين يا رب العالمين. بالنسبه للشكوى اللي شكاها من زوجته اللي تحرمه من هذه الدار اللي جعلها على اسمها، وايضا حرمانه من رؤيه الاولاد وزيارتهم. قالوا المصاري مشارق هذو عندهم واحد الامثال هكذا يعني تنطبق على خيرا تعمل وشرا تلقى، يعني هذا راه كرمها واحسن اليها ووضع فيها ثقه مطلقه، سجل البيت اللي يسكنها وتسكن هي معاها ولولادها سجلها باسمها. ومسح الزوج عليها. الزوج عليها هذا حنايا اول حاجه. أهلا إيه اول حاجه لازم ننسى، لازم ننسى. والله انا احنا عندنا هنا في الجنوب الجزائري البنات الصغار كي يلعبوا لبعضهم يلعبوا، انت زوجه الاولى وانا زوجه الثانيه وكذا الى اخره، يعني معناها فيه استعداد فطري لقبول الزوجه الثانيه. والرجال ايضا يكبر يقولوا انت تزوجت الاولى والثانيه وانت شحال الثالثه، ولكن واش حالك معاهم؟ كل وحده تدي حقها يا خويا، انا عادل ما كانش الحيف، انا ما نقولش لوحده منهم اسمح لي اسمحي لي، خلاص كل وحده ادت حقها كما لازم الحال، كسوى اطعام علاج ايواء يعني ما فيش حاجه. وحتى العاطفه، العاطفه اللي ما يقدرش، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش واحد اللي عدد اكثر منه، ومع ذلك كان يعدل ويجتهد في العدل. ولكن واش يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعدل؟ هذه راح لها، هذه راح لها، هذه اشترى لها، هذه اشترى لها، تسع نساء يعني كل وحده راح اشترى لها وراح عندها والى اخره. قالوا يا ربي هذه قسمتي قسمي فيما املك، ولكن لا تؤاخذني فيما تملك ولا املك. واش هي الحاجه اللي يملكها ربي وما يملكهاش العبد؟ هي العاطفه، القلوب. فطبعا لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال عائشه. لا عنفويا يعني ما فكر ولا طلع ولا هبط. عائشه. السائل قال له يا رسول الله من الرجال؟ وقيل هو عمرو بن العاص. قال له من الرجال؟ قال له بابوها. بابت عائشه. فاذا معنى ذلك العاطفه ما يقدرش يتحكم فيها، لكن ما يخليش العاطفه يقع في الميل في الحيف. لان الرسول صلى الله عليه وسلم واش خبرنا؟ قال الرجل اللي عنده تعدد الزوجات ويميل الى واحده او اثنتين ويهمل الاخريات يوم القيامه يقوم وشقه نائل. والصراط احد من الشعر وارق من وادق من الصيف، احد من الصيف، إذا أرق من الشعر وأحد من السيف. هذاك اللي نفوت عليه، اللي يفوت على كأنه براق، واللي يفوت كأنه ريح، واللي يفوت كأنه خيل، واللي يفوت والذي يزحف والذي لا يقدر حتى على الزحف. كل ما يجي يعبر يقع في حفرة جهنم. لماذا؟ فهذا الذي يقوم مائلا لعدم عدله ما يقدرش يفوت، لأن كل ما يروح يفوت يطيح، ما يقدرش لأنه مائل ما يقدرش. فلذلك راه عدم عدله سبب دخوله إلى النار. فإذا الزوجة لا تستطيع أن تمنع زوجها من التعدد، ولكن الزوج لا يستطيع أن يعدد بلا ضمان العدل. العدل لابد أن مطلوب، فمسؤول عنه. فإذا كان هذه الزوجة الكريمة الله غالب، وهذه طبيعه المراه، ما نقدروش المراه تقبل وتدير العسر وفي تزويج زوجها الى اخره، ما نطلبوش حاجه يعني. صفيه حفصه رضي الله تعالى عنها كانت تغار حتى من الموجودات قبلها، ماهوش اللي جايين بعدها، فما بالك باللي جايين بعدها. يعني الغيره شيء فطري. وحتى الفقهاء نتاعنا قالوا الزوجه الاولى إذا تزوج عليها زوجها وأحست في نفسها أنه تعسف في تعدده
يعني ليس هناك شيء دفعه إلى ذلك. الزوجات تعطيه حقوقه، الزوجات تقوم على بيته، الزوجات تقوم على أولادها، الزوجات تحسن إليه، تستقبله ببشاشة وتودعه ببشاشة إلى آخره، وفوجئت بضربة كالصاعقة على رأسها، تزوج امرأة أخرى، يقول لها أن تقبل وتصبر وهي مأجورة، ولها أن لا تصبر وتفارق. ولكن لما نحسب ما يؤول إليه الفراق من مفاسد، أقولها الصبري، صبري وتحملي وأحسني، وخلي بيتك يكون متوازن، يكونش فيه اضطراب وفتنة. فعدم قبولك رح يؤدي إلى الفتنة، إلى عراك، إلى كذا، فمعناها تتوتر العلاقة وتتوتر الأجواء، والضحية في كل ذلك هم الأبناء والبنات. قالوا هذاك، قالوا ضربوا بابا ويما وحرت مع من نمشي هنايا، مع من على ما على على الآخر. فلذلك الأولاد هم الضحية. فنقول لهذه السيدة الكريمة، قلها اصبري، ومن عادة المرأة الأم الحنون العطوف أنها تصبر وتحمل 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 من أجل أولادها، تصبر، هذه طبيعة المرأة، تجوع ليأكل أولادها، تعرى من أجل أن يكسو أولادها، يعني وقيس على ذلك. بارك الله فيك شيخنا. أم إسلام من سيدي بن العباس تذكر أنها لما تطيل سجودها في الصلاة تنسى عدد الركعات. نعم، هي الآن إذن في هذه الحالة تحاول كيف أنها لا تطيل السجود كثيرا، بما أن هذا السجود إطالة السجود يعني يتسبب في النسيان، فإذن تقعد معتدلة حتى تحافظ على يعني التذكير، وكما نقول احنا هي القيام بالأركان يعني بالتمام والكمال، يعني بما أن إطالة السجود يذهب عقلها، معناتها يذهب يعني التذكير أو تذكر، في هذه الحالة كما قلت أعطي حق السجود طمأنينة، العدل وطمأنينة، ولا تزيد عليهما اثنين، وحتى باش تحافظ على الأركان الأخرى، لأن بما أن هذه الزيادة مستحبة على العدل وطمأنينة مستحبة، ولكن هذا المستحب يؤدي ب يعني ببطلان الركن، في هذه الحالة لا نقول ما دام الركن مهدد أو مهدد يعني بالنسيان، ففي هذه الحالة نقول لا المستحب سمحي فيه، السمحي في المستحب باش تحافظي على الركن على الفرض تاعك. فلهذا نقول جيبي السجود بالاعتدال والطمأنينة، ما تزيديش عليها باش تقعدي دائما محافظة على ترتيب الأركان تاعك باش ما تنسيها، مش تنسيش الفرائض. إذا يتكرر معها في كل صلاة هل تأتي بال، إذا كانت في هذه الحالة هي تعتبر كما نقولوا مريضة، نعم. يعني كما يسمى الفقهاء مستنكحة، أنت نعم. في هذه الحالة لازمها الشك. إيه في هذه الحالة تسجد لكل صلاة سجدتين بعد السلام، كل صلاة تسجد سجدتين بعد السلام، هذا صلاة المستنكح. مستنكح إيه؟ بالشك. نعم بالشك. إيه؟ فيها اسمح لي يا دكتور، فيه مثلا بعض الفقهاء يقول الإنسان مثل هذا لماذا تجمع أدعيتك كلها في سجود واحد وتكررها في السجود الثانية وتكررها؟ أنت عندك حاجات تطلبها من ربي، عندك خبر مسبق أني في هذه الصلاة نطلب من ربي كذا، نطلب من ربي كذا، نطلب، وزعها على عدد السجدات، فرقها في، ومن ثم ما توجدش الطول وما توجدش السهو. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، احنا الأدعية مستجابة مو شرط السجود، السجود نعم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولكن احنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا مواطن استجابة الدعاء قال دبر أو عقب الصلوات المكتوبة، معناها تأجلي الأدعية نتاعك إلى ما بعد السلام، وادعي إذا بغيتي نص ساعة ساعة ولا يضر، وربي يوفق إن شاء الله. أمين. طيب سؤالها الموالي أنها دائما في مرض، يعني قالت من صغري وأنا مريضة، حتى تردد في نفسها أن الله يعاقبها، تحس أنها عقاب من الله تعالى. الله سبحانه وتعالى لا يعاقب هكذا الله، لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ويعفو عن كثير. إيه ويعفو عن كثير، يعني ربي سبحانه يبدي حنين وكريم، يبدي راح يشوف يعني كنت غلطي غلطة هكذا راح يعاقبك، لا أبدا، ربي سنانا ويصبر علينا وحنين ويفكرنا
مهما بلغت الذنوب مهما بلغ يقعد يسنى فينا ويحن علينا ويرحمنا ويفكرنا ويفكرنا علاش يعطينا المرض باش نتفكروا باش تفكروا كل شفت لو كان اوداني ربي او موتا كيما جماعه كورونا مثلا يسنكوا راح يقول الموت ورجعوا يقول لك هذا شفت ربي كون داك كيف يقابلوا يقول هذه يا ربي واعطاني درس هو لازم نرجع الى الله يا ربي اسمح لي عاود يرجع الى الله هذاك المرض الانسان باش يعرف بالضعف يعني تاوه. رسائل رسائل يعني الانسان احيانا كي يسمى مرض شكون محمد هاك شفت شغل يجهل شويه نعم. يجهل يعود شغل فلذلك ربي من داك داك شكون كيما نقول بالمفهوم تاعنا يعطينا طريحه شويه طريحه باش نفيقوا نرجعوا كيف هذه يعطينا بالابتلاءات يبتلينا بهذا المرض باش نحسوا بالضعف تاعنا ومرات يحب يسمعنا كان مثلا واحد ما يديهش كاع واش بيه هذه تكبر علينا سيدي على ما 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 يطبطبش بابنا اسنا نخليوه يطبطب بابنا يعطيه شويه حويجه يا ربي يا ايوه هكذا نحبك تفكرنا شويه تفكرنا باش ربي يخلي باش يتفكروا يعود يدعيه فلهذا فالمرض هذا هو محو للذنوب كان بعض الناس ان الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب هذا بالامراض يطهرهم حتى يخرج من الدنيا ولا ذنب له يعني يخرج من الدنيا وما عنده حتى ذنب علاه لان ربي يطهره بالمرض هذا يطهره يصفيه وبعد فإذا هذا المرض هذا أخي حتى الشوكة يشاكوها إلا كانت كفارة لا خطايا كل خطايا الذنوب هذه كفارة يعني ربي يغفر له كل الذنوب تاعو فإذا المرض كفارة ويمحي ربي الخطايا وكاين اللي يحس يقول لك أنا واش ما الذنب راني ندير ربي يعطيني أمراض ولكن مانيش ندير أنا الذنب ولكن أنت ما تظنيش هكذاك ربي يبتليك أحيانا ما درتي والو ولكن ربي يحب يجربك كاين بعض الناس اللي يكون لاباس به وغربي يبتليه يدور لهذا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه موشن فتنة انقلب على وجهه شفت كيف خسر الدنيا والآخرة والمرض أيضا من الفتن والمرض أيضا من الفتن يفتن الإنسان هذا ابتلاء يبتليها ربي فالإنسان تجد الناس بعض الناس يتجهلوا وكان واش درت الناس يتحرق في يتسرق في الجوامع وراه التريب في الحوانت وراه يتسرق في الدراهم منا ومنا وراهم يقتلوا وراهم يديروا ما صار لهم والو ربي ما عاقبهم والو انا كنت نعبد ربي سبحانه وتعالى نظل نذكر الله نجيب الف هذه الف هذه وانا دائما مريضه وربي يبتلينا يعني شغل دخلها الشك في هذا الشيطان يدخلها الشك في ربي سبحانه وتعالى لان ربي راه ظالمها يعني الناس معاصين ذل العجب في الدنيا هذه ما صار لهم والو وربي ما عطاهمش الامراض هذه اللي عندها هي وهي مسكينه تعبد في ربي ولا هو يعبد في ربي سبحانه ويذكر الله طايع ربي وعنده هذه المشاكل هذه يقول لك سمى ربي كيفاش فلهذا ربي يبتلي الانسان يشوف هل الانسان هذا لو يعبد ربي هل هو صح مخلص لله فيصبر وهذا ما حدث مع سيدنا ايوب سيدنا ايوب اخي شفت الشيطان واش دار له قال له يا ربي سبحانه وتعالى يعني ايوب عبدك هذا لو كان تبتليه ولي دور يعني بمعنى يعود ما ينكرك ها شفت بما ابتلاه اول حاجه بنقص المال نحالوا المال كل اللي كان عنده ما زالوا يذكر الله قالوا ها شفت قالوا لا زيد نحل ولاده زاد نحل ولاده ماتوا كل زاد ابتلاه ما كانش ها قالوا صابر ويذكر الله سبحانه زاد كثر يذكر الله زاد قالوا لا قالوا ابتلاه في جسمه ابتلاه في جسمه مسكين ولا مريض حتى ولنا الناس عافوه ولا تركوه ابتلاه قال هكذاك ربي سبحانه وتعالى وصابر ويذكر الله سبحانه وتعالى حتى وين وصلوا للانسان المرء باش ما يذكرش لنا قالوا هنا ربي يا ربي هنا ارجع الى الله قالوا ربي اني مسني الضر ما قالوش يا ربي شافيني يا ربي يعني انضريت لا قالوا يا ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين كي ولا باش يمسن الانسان وما يذكرش الله هنا تدخل قال يا ربي اني مسني وخاصه كي عافوه الناس بعد ولات مرته كي ولات لحق في الدرجه وتعرف القيس عن بما حتى ولات تطلب كما نقولوا ولات تدير تما ديك دعا ربي قال يعني باش نوصل هالدرجه لا لا قال يا ربي ما تخلينيش نحتاج الناس اللهم يا ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين يا رب فاستجبنا له خشى استجب له ربي وزو مرته كانت راحت باش تاذو واعطى له قال ضرب برجليك يعني شفت كيف اركض يعني هذا هو اركض يعني ضرب برجليك يخرج لك الماء من تحت رجليك ماء بارد وشرب شرب منه واغسل منه غسل منه وشرب منه رجع لاباس عليه داواه ربي شافاه كل كي جات زوجته ما عقلتوش قالت له يا فلان كاش ما شفتش راجلي كذا عامل كذا وعامل كذا عامل كذا قال انا هو قالت كيفاش؟ قال ربي شفاني نرفع عليه كل الدر. وتروى الروايه ان ربي رجع له ماله ورجع له ولاده وبعضهم قال ربي زاد رزقه يعني روايه تقول رزقه ولاد ثانيين واحد اخرين يعني شوف ربي يعني لما صبر غرم له ربي سبحانه واعطى له اكثر. يعني زاد له ربي سبحانه وتعالى الانسان اللي يصبر ولئن صبرتم شفت كيف محمد يعني الانسان لئن يصبر
ويشكر ربي يعطيه. فإن الفرج باش يجي باش يجي الانفتاح يجي بعد الصبر. كل الصبر يجي موراه الفرج، يجي موراه الانفتاح، بيفتح عليك ربي يجربك برك الصبر. شوف شحال تصبر، وعن الصبر هذا ما تعرفش شحال يقدر يشد سنين، كما وشدنا يوسف وما أدرك نبي وقعد في السجن شحال وقعد وصابر لله ويذكر الله سبحانه وتعالى. بعد ربي فرج عليه شوف حتى رجعوا سيد رجعوا يحكم في مصر. شفت ما تعرف هاو سيدنا ايوب صبر كذلك عاود ربي يعطي له كل خير. العطيه من رحم المعاناه ما تعرفش يعني ربي يعطيك. شوف هذا في حق الصبر هذاك يعني كما يقول ربي يغرقك بالخير. حق الصبر تاعك اللي صبرته ربي يغرقك به، يغرقك به حتى تولي تقول يا ربي يعني بزاف قال لي هذا باقني نقدر عليه الاخر ما نقدرش عليه ودي بزاف يا ربي بزاف عليا. تولي انت تدعي في ربي باش. فلهذا نقول هذا الانسان هذا ابتلاء من الله، ما عليك الا بالصبر، ولكن حق تدعي ربي باش يشافيك. انت يا ربي ربي يشافيك ويرفع عليك فعلك هذا المرض، ولكن لبقى معك المرض الحمد لله سبحانه وتعالى وشكريه واعلمي بانه ابتلاء من الله او ربي يجرب فيك وربي يعطيك في الحسنات. قد ما كيصابرك ما بيؤجرك ويخلصك، ولكن انت ماكش شعري هذا المرض اللي كتشوفي فيها او مخلصك ربي من جهه اخرى او ما عندكش حاجه اخرى مشاكل هذوك اللي راهم الناس عايشينها ما عندكش انت. ربي جعلك غير هذه حاجه خفيفه برك بصح ونحالك شحال من حاجه اللي نحاولك انت ماكش جايبه خبر بها. فلهذا ما عليك الا بالصبر وادعي ربي ان شاء الله. احنا ندعو لك هذاك ربي يشافيك ويعافيك ان شاء الله ويرزقك ان شاء الله ويجعلك من الصالحات. هذا المرض من علامات المحبه. محبه نعم. كانوا الصحابه يبكوا كما يمرض اذا يمرض احدهم ايه يقعد اسبوع ما مرضش يبدا يبكي ولا ربي ومولاي ما يحبنيش ما يشوف فيا ما تفكرنيش ايه ما تفكرنيش خلاص كيف يقولوها العوام نعم ايه قال انا ما مرضتش خاطر كون مرضت معناتها ربي او يصحح فيا يقول لي يا عبدي راجع نفسك اذا احب الله قوما ابتلاهم يسمع تضرعهم. نعم ربي كيحبك يبتليك باش يرفعك باش ينحلك هذاك الشيء السيئات اللي درتهم ويطلعك في الدرجات وربي ان شاء الله يرحمنا ويعفو. امين امين. طيب الحاجه من فرنسا تقول انها اشترت بيت لابنتها هي والوالد تاعها يعني زوجها لهذه البنت. الان هل هذا الشراء لهذه الدار يعتبر صدقه جاريه؟ نعم. اولا هذه البنت هل لهم ولد اخر من غيرها؟ اولاد اخرين يعني اولاد اخرين من غيرها؟ لو فرضنا انهم ما عندهمش هذه برك وعزيزة عليهم ويكرموها ويطمئنوا عليها إلى آخره وكرموها فعلا شروا لها السكن وعطوا لها يعني وفروا لها كل مرافق الحياة اللي تخليها تعيش حياة سعيدة هنيئة إلى آخره بارك الله فيكم. أما كون هذا العمل هو صدقة جارية أم لا، الآن إذا كان زوج البنت باعتبار زوج البنت إذا كان زوج البنت من الفقراء من المستحقين للصدقة وأعانوه بحكمه أن زوجا لابنتهم أعانوه ووفروا له الطمأنينة وخلوه يعيش لزوجته ولأهل بيته وما إلى ذلك، فنسأل الله تعالى أن يجعل أجره مستمرا ما دام هذه الأسرة راهي تنتفع بالبيت هذا. هي يعني الأصول نتاعها بنتهم وزوجها وكذلك الفروع نتاعها والأجر راهو ماشي يعني العداد راهو يماركي. احيانا الناس يقول لك يعني تصدق راجل بنتها يعني بالنسبه لها الكلام هذا اي صحيح نعم، ولكن تخاف سيد محمد هنا نعم. اذا كانت متزوجه ان راجل يلعب على عقلها بعد نعم. تكتبوا على اسمه يبدا يشوف لها، وهذا هو المشكل اللي رانا فيه نعم. وهذا شحال من مرات شحال من طفله صرا لها هكذا مسكينه من بعد ولا يطردها ولا يجيب لها واحده يجيب لها واحده اخرى وممكن يطردها من بعد خلاص طفرت ما تقدرش. لهذا نقول انا احذروا ماشي كي تمدي لبنتك احذر من الراجل ممكن يغير راي بنتك ويعود على اسمه ايه. او حتى بعد وفاه الوالدين او حتى بعد وفاه الوالدين يبدا يعني كيما يغير لها رايها حتى تكتب امون عليه وبعد يقول اخي احنا كيف كيف واخي عمر كيف كيف والدار كيف كيف علاش دار على اسمك؟ على اسمي ما عندكش ثقه فيا تسمى ما كان زيد ويبدا هذوك يعني تعرف الرومانسيه يبدا هذيك الرومانسيه باش ونسى غالبا يعني غالبا ينساقوا يعني يتخدعوا بسهوله والغوان يغرهن شحال من مره تحس روحها قافزه وكذا وكذا بس راجلها كذا يلعب بها يعني يجيبها كذا وهي حنينه الله غالب حنينه عند العاطفه هذيك وتسمع له ومن بعد كما نقول حنا يتمسخر بها كي والو مسخر بها ويدي لها هذاك الشيء هذاك ومن بعد تولي تندم تولي تندم تقول له كذا وكذا
احنا نقول اي امراه عندها دار على اسمها ما تبدلهاش مهما كانت، ما تحطهاش على اسم راجلها ابدا، خليها على اسمها. هذه الدنيا، الدنيا غداره ودنيا غراره ودنيا ما فيهاش ثقه. راجل لو كتب المرته حوزه هاك شفت، ها هو الدالي، هاك شفت، هاك شفت بنفسك. نعم هذا رزقه يعني، هذا رزقه هاك شفت. هذه احنا نقولوا لا يا ودي اللي كان جا خوف. احنا الانسان اللي يسد فيه الخير، لان مساله تكتب الدار على زوجتك ومن بعد تسيب روحك برا، نعم هذا معناه عدم الاعتراف بالجميل. هذه المراه ما اعترفتش بالجميل لهذا الزوج، هذا الزوج هذا راه حطك في عينيه، راه فضلك على روحه، سوء سجلك، كيفاش ترضي هذا؟ او العكس يعني، ما دامت الدار داري انا، اسمع اسمع ما تكسرنيش وما ما ترونيش، والا رفد حوايجك وخرج عليا. لا ما يلزمش العلاقه هذه. طيب في هذه الاحوال ديما، هل الافضل الانسان يخلي الامور على حالها او هو الافضل؟ نعم هو الافضل ان خلي ما كان على ما كان. نعم لان علاش انا في الاول طرحت مساله هل لهما ولد غير هذه البنت هذه؟ نعم اذا ما عندهمش، وخاصة في الغربة، إذا هذول هم عايشين في الغربة، يعني النظام القانون الحاكم والمسير لشؤون الأسرة في هذا حيث يعيشون، إذا مات أحد الزوجين بصورة آلية يؤول الملك إلى الثاني اللي باقي على قيد الحياة. ولذلك يعني لو خلوا الملكية باسم الأب والأم، ان شاء الله ربي يطول عمرهم، لما ينتقلوا بصيرة آلية الملكية تنتقل الى بنتهم واحفادهم، يعني ما كانش. ولذلك ابقاء الامر على ما كان، هذا الاستصحاب في القاعدة الاصولية، معناه ابقى ما كان على ما كان، هذا افضل. واذا كان يعني ما عندهمش ولد اخر غير هذا البنت، ان شاء الله ما يكونش فيه ضرر يا رب. طيب سؤالها الموالي، قالت انها تصلي مع زوجها كما بكرها، يعني كما تعرف. نعم. وتدعو الله تعالى هي وهو كما يعرفون، يعني كما يعرفان، يعني ميمونه تعرف ربي وربي يعرف. نعم. ميمونه والله حضرت هذا السؤال بالذات، هذا السؤال طرح على الشيخ عبد الرحمن الجيلاني رحمه الله عليه. قال له يا شيخ، احنا رانا حرنا الان في امرنا، أنا تعودنا على صلاة وعلى أذكار وعلى علاقات في المسجد بين المصلين، ولكن الآن ظهر كل شيء جديد، راهم يبدعونا وراهم يبطلون الصلوات نتاعنا وراه كذا، ما العمل؟ ما العمل؟ واش قالوا الشيخ مباشرة؟ قالوا أكنت تصلي قبل هذا؟ قالوا نعم. من أين تعلمت صلاتك؟ قالوا من بابا ويما والجيران والجامع اللي كنا نروح له. قالوا استمر على ما كنت تعرف وتعمل، ولا تبحثوا ولا تسمعوا أحدا. بارك الله فيك. فيه أخت من تيارت في حالة مريضة حرجة، يطلب أهل الدعاء لها، نسأل الله على السلامة والعافية وأن يعجل بمعافاتها يا رب. شكرا لشيخين الكريمين، شكرا للمشاهدين الكرام ولأسرة الخدمة جميعا. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.